أبو كادي من ستير، تفضل. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. سؤال يا شيخ، بالنسبة للتوبة من المعصية، إنه من شروط التوبة الندم على ما فات والعزم على عدم العودة للمعصية. الندم إن شاء الله إنه موجود، ولكن تكرار المعصية حافل يا شيخ، ما الحل في هذا الموضوع؟ يسأل عن التوبة فضيلة الشيخ من المعصية. نعم، التوبة إذا تاب الإنسان من الذنب توبة صحيحة ووقع فيه مرة ثانية فعليه التوبة، تكرار التوبة، ولا يقنط من رحمة الله، ولا يقول أنا رجعت إلى الذنب ولا لتوبة كما يأتيه الشيطان ويوسوس له، بل يكثر من التوبة، كلما أذنب فإنه يتوب إلى الله. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه يبتعد عن أسباب الوقوع في المعصية كجلساء السوء أو النظر إلى الصور المحرمة أو إلى النساء أو النظر في الشاشات التي فيها الفتنة وفيها الشرور أو المطالعة في الصحف والجرائد والمجلات الماجنة أو كل ما يثير الشهوة يتجنبه ويبتعد عنه أو يوقع في المعصية. نعم.